أنا من جدة، أتيت هنا ومحدد يعني فترة زمنية، فترة الدراسة 4 سنين تقريبا وأرجع جدة، هل آخذ نفس حكم المسافر من قصر الصلاة؟ أين دراستك؟ هنا. هنا في بيتي؟ في نازل منطقة أنا. في منطقة القصيم. نعم. طيب، هل اتخذت القصيم وطنا؟ لا. إذن أنت مسافر، ولهذا نجدك من حينما تنتهي الدراسة في أيام الإجازات ترجع إلى أهلك، فأنت فيما نرى مسافر، لكن يلزمك أن تحضر إلى الجماعة في المساجد، إذا سمعت النداء فأجب.